اهلا وسهلا بكم احبائي نادر الاسفيقسي في لقاء جديد مع سي اس اس نيوز. اليوم السبت اجرى فريق امال او فريق النخبه لنادي الرياضي الصفاقسي لقاء امام الترجي الجرجيسي، كان انهزم فيه بنتيجه هدف لصفر. الهدف كان جاء في الدقائق الاخيره الدقيقه 82، مع العلم وانه لاحظنا في هذه المباراه غياب الطاقم التحكيمي. فريق اكابر النادي الصفاقسي كان اجرى اليوم حصه تمارين بالنزول باقامته بسوسه على الساعه 9 صباحا، ثم تحول مع الساعه 4:30 الى مدينه بنزرت، اين سيجري غدا لقاء امام النادي البنزرتي بالتوفيق ان شاء الله لزملاء اللاعب فخر الدين بن يوسف. كره السله الصفاقسيه كانت انتصرت اليوم على الامل الرياضي بالوطن القبلي بنابل بالذات بنتيجه 82-70. غدا ان شاء الله باش تكون لينا لقاءات مع لي دوكادي في نادي الرياضي الصفاقسي اللي باش يقابلوا فريق الشبيبه القيروانيه، وكذلك لي دومينيم اللي باش يقابلوا كذلك فريق الشبيبه القيروانيه. ما ننساوش ان الجونيور باش يكون غدوه كذلك متواجد بجرجيس للقاء الترجي الرياضي الجرجيسي. وفريق الاكابر باش يجري غدا على الساعه 2 مساء لقاء امام نادي البنزرتي. اللقاء هذا باش يكون ويكلوب ومنقول على الوطني 2. الموقع الرسمي للنادي الصفاقسي يبارك لمرافق فريق النادي الرياضي الصفاقسي السيد حسين بوسرسار بابنته المولودة الجديدة اللي سماها خديجة. خديجة سوسيوس رقم 4890. ان شاء الله مبروك سي حسين، وان شاء الله من الذرية الصالحة. اخبارنا لليوم وفات، ملتقانا غدوة ان شاء الله مع اخبار جديدة في النادي الرياضي الصفاقسي.